وأخيرا هل صح حديث قتل الساحر؟ في حديث عن عمران بن حصين أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه، لكني الآن لا أستحضر صحته. طيب خير إن شاء الله، هذا تراجعه لنا، أرجو الله أن ييسر لي ذلك. اللهم آمين وجزاكم الله خيرا وإياكم. إن شاء الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. شيخنا العزيز، احنا من العراق والان نواجه من الافكار الحديثه التي لا تخلو من انها افكار للاخوان المسلمين، لكن باطار جديد وبسير جديد قد ينخدع فيها الناس، وان كانوا سلفيين الاعتقاد والمنهج قد ينخدع، بل انخدع كثير، ومنهم على يعني اظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسيبهم. بدأ عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس يا اخوان اهل التوحيد والسلفيين عداء واضح مبين بشتى الوسائل، سواء في التشريع او في مسائل انه ضعاف كلمتهم ودحض ان هذه الافكار خبيثه وقديمه وطعن في الاولياء والصالحين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا، ويلقون طبعا هناك اناس كثيرين قد يسمعون لهم يعني، ومنهم من هم على منابر واغلبهم هكذا، لان الذين هم على حق قد نحوا عن المنابر وعن الدعوه وقد قيدوا، واظن انك تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم اما مداراة اما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ ان واجهناهم وجها لوجه فهذا لا يخلو من ان سوف نتعرض لاشياء عديدة يعني. ممكن فيها هلاك يعني، ممكن انه في عدم تعامل يعني مع الدولة او مع ناس يعني والله تعالى اعلم، او انهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنه يضعونه في دوائر معينة، بأنهم يطعنون فيه، يطعنون ممكن في عرضه، يطعنون يعني يريدون أن يجعلونه ليس سويا، ليس على الصراط المستقيم لكي يقللوا من شأنه. نحن والله تعالى أعلم نقول بأن يعني نحن ماضين في التعليم يعني العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا. فكيف نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير.